دجاج فيندالو، يكفي 4 أشخاص. المقادير: 150 غرام عدس أحمر، 500 غرام يقطين مقطع إلى مكعبات، بصلة مفرومة ناعما، ملعقة طعام زنجبيل طازج مبشور، فص ثوم مهروس، 700 غرام صدر دجاج مقطع إلى مكعبات، ملعقتي طعام زيت زيتون، 4 إلى 5 ملاعق طعام معجون كاري الفيندالو، 400 غرام حليب جوز الهند، 250 غرام سبانخ طازج مفروم خشنا، رشة ملح. طريقة التحضير: نطهو العدس في 300 ملل من الماء غير المملح لمدة 15 دقيقة، ثم نصفيه من الماء. نطهو اليقطين في وعاء بخاري أو في ماء ساخن حتى يغلي، ثم نصفيه. نمزج الدجاج مع البصل والزنجبيل والثوم والملح في وعاء. نسخن الزيت في طنجرة كبيرة ونقلب الدجاج فيه حتى يصبح لونه بني ذهبي، ثم نخرجه ونضعه جانبا. نضيف معجون الكاري إلى نفس الطنجرة ونمزج مع التحريك ليحيط بكامل الطنجرة. نعيد الدجاج من جديد إلى الطنجرة ونضيف العدس واليقطين. نضيف حليب جوز الهند ونطوي المزيج حتى تصبح الصلصة أكثر كثافة وتصبح كافة المكونات ساخنة. نطفئ النار ونضيف السبانخ مع التحريك. تقدم مع الرز بسمتي الطويل.